أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ينصح فضيلتكم طالب العلم المتوسط بأن يقرأ في كتب شيخ الإسلام وفتاواه؟ هو بالمهم القراءة، المهم المعلم الذي تقرأ عليه. فإذا وجدت المعلم العالم الثقة فتقرأ عليه كتب شيخ الإسلام أو غير كتب شيخ الإسلام، كتب موجودة، لكن المشكل المعلمون الأكفاء، هذا المشكل الآن. ما هو مشكلتنا من الكتب، كتب ولله الحمد كثير وكثرت الآن، لكن المشكل من الذي يدرس هذه الكتب على الوجه الصحيح ويبين ما فيها من كنوز العلم وثمراته. فابحثوا عن مدرسين، فإذا وجدتم المدرسين فالكتب موجودة الحمد لله. نعم.